الشوط الاول كانت لينا عدد فرص اقرب للتسجيل ما استغليناهمش حتى يعني بدايه الشوط الثاني. اما الخصم لعب كرات سريعه هجوميا حاب يعني حتى في الكره الطويله باش يستغلهم، ولكن اظن كما يقول لك الفريقين ما كانش يعني تحت يعني حراره كبيره كما تاع اليوم، ما كانش مقارنه يعني كل فريق ادم عليه، ونشكر اللاعبين يعني امام او تحت ضغط الحراره والنتيجه أدوا يعني ما عليه الفريقين. ولكن عموما ظن احنا في مرحله ما من المقابله باش يعني بعد تسجيل هدف تاع واتزم حاولنا نوليو، ومن بعد يخرج لك لاعب مصاب اضطراري لاعب عبوبي 15 دقيقة ولا أكثر، يعني حاولنا باش نولوا ب 10 لاعبين. أظن هذا هو. احنا اليوم الشوط الأول لعبناه اليوم هنا في قسم التدلى، مازال الشوط الثاني إن شاء الله الأسبوع الجاي، كل تكهنات مفتوحة ونبقى متفائل إن شاء الله بالفريق ديالنا. في زوج يعني اذا كان كوميا جبناه معنا يعني كان في امل، قلنا كان نحتاجه ندخلوه، ولكن لعب تيغزوي البارحه في الحصه حبينا نخليوه لمقابله البطوله. شكرا. هو نفاتي سيرج زينو شوتي كان عبر بانه فريق اولمبيك خريفكا اكثر من موسمين، وكاين السيناريو ديال انه يصارع من اجل ضمان البقاء للبطوله الاحترافيه. واش المدرب سي عزيز كيجودي يعني اعد العده وشاف التركيبه يعني المتجانسه لتجنب السيناريوهات ديال المواسم الفارقه؟ انا نعاودك السؤال، يعني الصوره اللي مديناها يوم الاحد الماضي ماذا تعطيك؟ اذا كان رايت او شاهدت المباراه فتعطيك انه ان شاء الله في مقومات فريق ليكون ان شاء الله مرتاح في البطوله ان شاء الله. شكرا.